علينا بعذاب الحب علينا علينا بعذاب الحب يا خلاني علينا 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 يا غالي علينا سفركم لا تطولونا سفركم لا تطولونا علينا علينا أخذت قلوبنا وياكم لا يا المني ذبي العبايا ذبي العبايا سوي علي احسان ذبي العبايا ذبي العبايا ذبي العبايا سوي علي احسان ذبي العبايا برحي سنعايا برحي سنعايا سمرة وسيعة عين بالحي زنعايا يا بابا ظلت عاد بلد جداي الحرب حصعد وذني ظليت عاد بالجدايل اربع طعج وذني واثنين حذر النهد واثنين هينوي قصري زيبوني قصري زيبوني خلي حيدري شعب قصري زيبوني لاي نجدوني عيد لاي نجدوني قولي قيلي للخام لاي نجدوني ذبي العبايا ذبي العبايا سمرة وسيعة عين بالحي سنايا عاشرنا الفنانين القدامى هواي وانا ما اقول لك صار لي 35 سنه انا مطرب وعاشرنا قحطان ورياض قحطان عطار ورياض وفواز سالم ومطربين القدامى وياس وسعدي الحلي وكل جماعتنا الاولي من دورتنا واحد سالني قال لي شو ما نشوفك بالتلفزيون قلت له انا اطلع على قناه الجيش نوبات لو على قناه السويس وين يجون يعني أنا يومية بدولة فأحد من خلال هاي الفترة اللي عاشرنا الفن نغني بالمطاعم والحفلات واحد أغني محمداوي والناس تذب فلوس صعد واحد شوية خدران حط 25 فوق راسي لا هو الذابها وفاكني ولا هو الماخذها ونازل وانا كل ساعه اسوي له اي شفت هذا ما لن يذبها ايش قلت له بالمحمد او قلت بلقيت يحس قلت له ذبها ترى شلعت قلبي يا من يجيب ويوصل لي هو ذب ال 25 قلوب، ثاني يوم واحد هم شوي خدران قال لي ارد اذب لك بس ما عندي خرده. قلت له هي علوه مال سمك و ايش قد عندك؟ قال عندي 25 ترجع لي 15. ابو الكمان الله يرحمه طارق القيسي قلت له اطلع لي لما نصرف لابو الشباب. تفضل اخوي اسوي لك وصل. اجيت اخر نمرج الله المرحوم رياض احمد قدامي كان. من الساعة بالثنتين للثلاثة، أنا استلم من الثلاثة للأربعة. جيت لقيت ميزين نايمة. زين هاي المن تغني للكراسي. غني أبو المطعم يريد ساعة أغني. زين هاي شلون هاي؟ كملت ثلاثة أرباع الساعة على أعصابي، حتى البويات نامت. وحدي أغني، ماكو مستمع.
قلت هي بقت ربع ساعه انا حافظ قراءه مال الصف الاول، قلت حنقرا القراءه بروس هاي النايمه وهي خلصانه ربع ساعه. والله نزلت انف في لي قفز الولد من فوق البرميلي، انا رزوق دق بابنا نظارات جدتي تفتش عنها فلن تجدها يا ويلي. واحد من النايمين رفع راسه قال لي عيد بروح على ابوك. صح صح. ايوه انا قال لي عيد وانا نزلت. عندي خروف ابيض اتبعه فيركض. واحد دب علي 200 دينار قلت له عساك على خرفان. اي وخلصنا.